السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم مشاهدينا الكرام إلى حلقة جديدة من برنامجكم اليومي صوتكم. نعرض لحضراتكم أبرز ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن العراق، وبإمكان حضراتكم مشاهدينا أن تتواصلوا معنا من خلال أرقام هواتفنا التي تظهر أسفل الشاشة أمامكم، أو من خلال الرقم المخصص للواتساب الذي يمكنكم من إرسال رسائلكم النصية والتي سنقرأها تباعا إن شاء الله في هذه الحلقة. نبدأ مشاهدينا الكرام من فقرة المقاطع المتداولة في مواقع التواصل الاجتماعي، ونبدأ أول ملفاتنا مع ظاهرة الإتاوات المفروضة على سائقي الشاحنات، إذ يعاني العديد من السائقين في محافظة التأميم من انتشار حالات الابتزاز عند نقاط التفتيش والحواجز على الطرق الخارجية، حيث يتم فرض الإتاوات على الشاحنات المحملة بشتى أنواع البضائع والمواد. وبحسب سائقي تلك الشاحنات، فإن قوات حكومية مدعومة بالميليشيات تقف عند نقاط السيطرات الواقعة بين كركوك والسليمانية، فضلا عن الطريق الرابط بين كركوك وديالة، وتقوم بفرض إتاوات على الشاحنات المحملة بالبضائع بحسب حمولتها ووفق تقديراتهم الخاصة. واشتكى العديد من السائقين من تعرضهم للابتزاز المالي في سيطرات داقوق وتازة، مؤكدين دفع إتاوات تتراوح بين 50,000 و85,000 دينار عراقي من أجل إكمال طريقهم، في ظل صمت قائد عملية كركوك وتجاهله لمناشداتهم المتكررة. دعونا نشاهد. لاتات كلها محملة وفارين يدورون فلوس فلوس. هذا مداول. حملة موجودة. ما اشوف 50,000 50,000 عبر 50,000 عبر اخويا ابو عباس. هاي دحين كل واحد محمل له فوق ال 40، يعني سيارته 65. عتي بيش عبرت؟ عتي بيش عبرت؟ بفلوس والله عبرت. هاي السيارات كلها، هذا حمله فوق ال 60 طن. يا عبر فوق ال 90 عبر، فوق ال 90 عبر. حي الله الاوخر، حي الله الاوخر. 50,000 عبر. هاي السيارات هاي كلها يا محمد، شو ما وقع الجسر. هذا الاخر يا محمد. بيش عبرت؟ بيش عبرت؟ الله عليك. 50,000 عبر. هاي شوفها كلها 60 طن. نستمر مشاهدينا الكرام مع هذا الموضوع وننتقل إلى مقطع آخر، ويبدو أن سيطرة الصقور تحولت من نقطة أمنية إلى محطة لاستنزاف المواطن العراقي، ونقطة تقضي عندها ساعات طويلة حتى لقبها المواطنون بحاصدة الأرواح، بعد أن سجلت فيها حالات وفيات لمرضى وولادات بسبب طول الانتظار. طبعا أبدى العديد من المواطنين تذمرهم من تلك السيطرة لما تسببه من معاناة لهم وما سجلت فيها من أحداث مؤلمة، من بينها حالات وفيات لمرضى في سيطرة الصقور بسبب طول ساعات الانتظار لأوقات طويلة جدا. طبعا تقع سيطرة الصقور جنوب شرق مدينة الفلوجة بطريق وعر ومخيف بمنطقة صحراوية تمتد فيها العجلات لطوابير طويلة جدا، ويشكو المارة عبر هذه السيطرة من سائقي الشاحنات لنقل البضائع ومواد البناء من اتفاق عناصر السيطرة مع أشخاص يمتهنون بيع الشاي بالقرب منها لكي يتم الدفع لهم مقابل تسهيل عبورهم، في محاولة من تلك القوات لكي تبعد الشبهات عنها. والآن دعونا نستمع لإحدى الشهادات من قرب سيطرة الصقور. عم احنا ترى لا بالستينات ولا بالسبعينات. تفضل، هاي السيارة تتلوى، هاي السيارة شيل ودك. حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم، حسبي الله ونعم الوكيل عليكم. غير هاي ما اقول لكم. بعد شوفوا ذنيك السيارات، سيادة وزير الداخلية، ذنيك السيارات، كل سيارة دفعت 25,000 عن طريق ابو الشاي وعبرت. شوف ذنيك السمسير ابو الشاي، ذيك ام الطابوق وصاريك ابو الشاي السمسير، 25,000 تجي من هناك على التبليط مدلل وكانما ابوك رئيس الوزراء. لا والله عم جزاء، هذا ابوك رئيس الوزراء يضبطون عليك، هاي ما يضبطون عليك.
بس اهم شيء تدفع ال 25,000. والسمسير ابو الشاي رئيس الوزراء، وزير الداخليه، قائد شرطه بغداد، قائد عمليات بغداد، احنا الفقره الكسبه هذا شارعنا. شوفوا وهاي الطسات تنوعوا لها، وهذا الضيم تنوعوا له. هاي الناس الكسبه اللي ما يدفعون الفلوس وفقره ذولا، بس اذا تجي للي يدفعون فلوس ذولاك منك. مستمرون معكم مشاهدينا الكرام ضمن نفس الموضوع. طبعا يبدو أن الفساد والابتزاز والرشاوة تفشت بقوة بين صفوف القوات الأمنية في سيطرة الصقور التي يطالب المارون فيها رئيس الوزراء الحالي محمد الشيع السوداني بمنع الرشاوة والابتزاز والإتاوات الحاصلة في تلك السيطرة التي ترغمهم على دفع مبلغ 25,000 دينار عراقي مقابل العبور من الطريق الجديد أو الانتظار لساعات وأيام في طريق وعر غير صالح للقيادة. دعونا نستمع لشهادة أخرى. يعني الناشط السوداني أنت قلت بست أيام 6 كيلوات متر طريق التاجي راح أسويه بست أيام، هذا صار ست شهور إجرام. هذا طريق ترجع على داقوق أستاذ العزيز، داقوق يعبرون ب 85,000 دينار، 85,000 دينار يعبر السيارة، منا 60 ياخذ والله صحيح شو اسمه، ومنا كل همر ياخذ 25 والله صحيح. هيك حكومة هاي والله هم سدوا الطريق حتى ياخذون فلوس. بعد هسه منا يعبر ب 25، منا يعبر ب 25 عالشارع، عالشارع 25 يعبر منا، ومنا احنا ولد الخايبة، احنا ولد صار نشقد من البارحة، من البارحة لحد هسه انا نايم. اي والله ليش عم هيك؟ تفضل الطريق هذا مال بشر، هذا الطريق مالكم حكومتنا، هذا طريقكم، كفو منكم والله حكومتنا، والله والله عيب، والله عيب يسمون حكومة، انتم تسمون حكومة، والله عيب. اي والله والله عيب يسمون حكومة، والله صحيح. هاي مو هي جرام، هاي تفضل عمي، هاي سيارة كلها كسر، تعال بي شو هاي كسر السيارة، الدنقير يكسر، البشم يطخ بالقاع، الكيس يطخ بالقاع، شوف 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 العالم، شوف ايش الله يقبل، لا دعامية بقى، لا تاملخ بقى، كل شيء ما بقى، حسبي الله ونعم الوكيل، حسبي الله ونعم الوكيل، عليكم يا حكومتنا. هاي حكومة هاي، لا والله مو حكومة، يحدمون يحطون علينا نفط أسود ويحرقونا، لا ما تردون يحرقونا عمي حجي، ما يخلونا نشتغل. نتابع الآن مشاهدينا الكرام بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. عباس يقول: شيء لا يعقل في بلد المليارات، هذه كلها ضمن مؤامرة مدروسة من قبل المسؤولين لإبقاء العراق وشعبه في العصور المظلمة. تعليق لدينا من عمر يقول: والله صحيح عمي، أول شيء طريق وعر جدا وصعب على السيارات الناصية تعبر منه، المفروض يحولوه على السايد الثاني مع وضع صبات بلاستيك أسهل. محمد يقول: لا حياة لمن تنادي، حكومة حرامية وسلابة وقادرين على الفقير، الله ينتقم منكم. وتعليق من قيس يقول: هذا هو العراق الجديد، والمصيبة طريق دولي، والله مخازي وعيب. الآن مشاهدينا الكرام نستقبل اتصالات حضراتكم، ومعنا أول اتصال السيد أبو زينب من النجف، تفضل يا أبو زينب. السيد أبو زينب من النجف. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله. ما ادري يعني احنا جزعنا صار 20 سنة، يعني حتى اكبر الدول المتخلفه ما وصلت الى عشر ما وصل العراق من تخلف ومن مهازل، يعني اصبحنا ضحوكه الكره الارضيه. يعني يجوك ياهو يجي وطلعونا واحد وقال لك خبير مالي واقتصادي، والله تقدر عمره يمكن ما يتجاوز 25 إلى 28 سنة. نعم. يقول مو كافي 8 أشهر احنا نناقش بالموازنة، اذا عاد شو تريد؟ 8 أشهر وما تناقش بالموازنة وتقول مو كافي؟ يقول واذا وقفت فانها تنفذ في 1/1/2024، يعني شو بقى؟ هاي وحدة. كان هاي المشاريع مهازل والله العلي العظيم، مهازل، هاي الاتاوات والضرائب والكذا. من الجيش هم يطلون المد على مود يلقون مخرج قانوني، يسمون عجز، يردون مخرج قانوني
حتى يبررون سرقاتهم لا اكثر ولا اقل. يعني سيد ابو زينب، تعتقد برايك الابتزاز اللي دا يصير وفرض الاتاوات الموجود بالسيطرات الامنيه بالعراق ب يعني باجتهاد ذاتي، خلينا نقول يعني بسبب الافراد الموجودين في السيطرات، لو هي جايه من وجهه نظرك اوامر اعلى بقيادات اعلى لهؤلاء الضباط او من يقفون عند السيطرات الامنيه بفرض هذه الاتاوات والابتزاز الذي يتعرض له السائقون؟ لا طبعا، يقول لك ليش ينظروا من فراغ؟ كلها بتوصيات قاده الكتل والاحزاب والقياديين العزم والمتنفذين العزم. نعم انت بدك تنفذ شيء بكيفك. ابسط شيء هددك بالقانون وكذا، تلاقي القانون لعبه سواها لهم حتى يطبقوه على المواطن الفقير البائس. هسه الشغله الجديده شنو؟ نعم مهيئين الناس هذا هذا مخليه بادمغتهم لي قدام، ترى راح تجيكم ضرائب بالمي والكهرباء والمدري شنو والمدري شنو، والكهرباء ملكو المي، حتى الكلاب حشد سامع مثل الشربه زين، وعطوا اتاوات على المسكين. تعال اعطيك شغله بعد تبتلش على اماكن. نعم وصلت الفكره سيد ابو زينب من النجف، اشكر حضرتك شكرا جزيلا للمشاركة. معنا السيد أبو عراق من الفلوجة، تفضل يا أبو عراق. السلام عليكم أخوي أستاذ محمد. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أستاذ محمد، إحنا صار لنا 20 سنة نحكي ونسولف والله حتى ملينا، صار ملل عندنا. يعني الحكي ما بيه فائدة يا أستاذ محمد. هذول جايين تدمير العراق ونهب العراق. نعم. وثنين جايين لاجل مصالح الدول اللي دزتهم، ولاهم دولة يا استاذ محمد، والرئيس وزراء الى رئيس جمهوريه، دولة ولاهم مو للعراق، احد جاي ولا للعراق، هذول باعين الذمه والضمير، انسانيه ما عيب ما كافي. ابو عراق، خلينا بس نوصل الى نقطه بموضوع الموضوع اللي طرحناه قبل شويه. طبعا الكلام اللي تفضلت به يعني ربما يؤيدك عليه الكثير من العراقيين، لكن بس خلينا نوصل للجزئيه المتعلقه بالاحداث اللي تصير او المشاكل اللي يتعرض لها المواطن العراقي. مثلا مشاكل العبور من خلال السيطرات الامنيه ونقاط التفتيش اللي يتعرض بها المواطن إلى مضايقات، إن كان صاحب عائلة وسيارة مدنية، أو يتعرض صاحب الشاحنة إلى ابتزاز من قبل القائمين على هذه السيطرة بإجباره على دفع مبالغ مالية لكي يعبر، ومن اللي ما يدفع ما يعبر، وطبعا يا مكثر الضرر الواقع على التجار وعلى ناقلي هذه الشاحنات بسبب الانتظار. بس السؤال هو أنه ذول اللي بالحكم موجودين، اللي يطلعون بوسائل الإعلام، اللي يتحدثون عن المثاليات، على سبيل المثال وزير الدفاع اللي يفتر ويتم توثيق جولاته على المقار الأمنية، على النقاط العسكرية، على الجيش، ليش ما يجي للنقاط أو للسيطرات اللي بها فساد؟ ليش ما يتحركون تحرك فعلي جاد تجاه هذه السيطرات اللي دا تبتز العالم وتفرض عليهم أتاوات، مثل سيطرة الصقور؟ مثال بسيط طبعا. تسمع الأستاذ محمد؟ وياك يا أبو عراق. أستاذ محمد، هاي أشوف هسه السيطرات هاي اللي جاي تاخذ المبالغ، لا عبالك ترى بس لهم السيطرة. حتى اللي منسبيهم، حتى اللي منصبه بالسيطرة إلى حصة طالعة يا أخي. يا أستاذ محمد، والفساد مستشري، الفساد لا عبالك ترى بس السيطرة أو شو، لا، ناس اكبر من السيطرات، اكبر من الوزير يا استاذ محمد. ما هي من راسها منتهي. هاني من خلال هذا البرنامج يا استاذ محمد، اذا تهونون على هاي الحكومات فغس يديكم. عمي الشعب اصحى يا شعب، اصحى، اذا مو لاجلك الخاطر اطفالك راح يجون وشوفوا مصيركم. شكرا جزيلا سيد أبو عراق من الفلوجة، أشكرك للمشاركة. نستمر مشاهدينا الكرام بمواضيعنا أو مع مواضيعنا في هذه الحلقة، وننتقل إلى موضوع آخر مرتبط بالجزء الأول من الحلقة اللي عرضناه.
بشأن التجاوزات التي تمارسها القوات الأمنية. هذا الموضوع الآن نوع آخر من التجاوزات، حيث يتسم عمل القوات الأمنية في العراق بالفوضى وتعدد المراجع العسكرية، ما أتاح لها المجال لتتحرك بأوامر هذا الضابط أو ذاك الضابط. ولعل ارتباط هؤلاء الضباط الذين تحركهم انتماءاتهم الحزبية والطائفية كونهم من ضباط الدمج أباح لهم القيام بجرائم وانتهاكات بالزي الرسمي بسبب ظاهرة الإفلات من العقاب التي تضمن لهم عدم المتابعة والمحاسبة. طبعا حتى تحول الجزء الأكبر من القوات الحكومية إلى قوات يخشاها المواطن بدلا من أن تعمل في خدمته ولحمايته. في هذا السياق برزت العديد من الأحداث مؤخرا، ومنها ما حصل في منطقة الألف دار ببغداد الجديدة، حيث تعرض منزل مواطن من سكنة المنطقة للاعتداء من قبل أحد مفارز الشرطة، شرطة الطوارئ، وتحديدا فوج بغداد الثاني بإمرة ضابط برتبة مقدم. والهجوم على صاحب المنزل بالضرب والشتم وإطلاق العيارات النارية بعد أن رفض دفع الإتاوات الشهرية لهم. لنشاهد. مع العلم يا سيد الوزير ويا مدير شرطة بغداد، يا واحد رصافة أخذه ودخلنا وأخذه موبايلاتنا وضربوا عراضنا بالشارع، وأخذه أخوتي اثنينهم وقفوهم من البارحة فوق هذا كله، وقفوهم بدون أمر قبر، بدون أمر تحري، بدون تبليغ قاضي. اجوا طبوا علينا مباشرة برمي، رمي عشوائي، وتعالوا شوفوا، أريد لنا خير، أريد لنا شريف، الناس دي يجينا. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام. من بغداد الجديدة ننتقل بكم إلى منطقة البلديات شرق العاصمة، حيث تفاجأت عائلة المواطن أبو محمد في منطقة البلديات بمداهمة قوة من الشرطة الاتحادية وبدون واجب رسمي أو أي دعوة قضائية رسمية. داهمت منزل المواطن واعتدت على أفراد العائلة بعد الساعة 12 ليلا، فضلا عن الاعتداء على والدته المسنة، وسرقت مبلغ 10,000 دولار أمريكي و3,500,000 دينار عراقي قبل أن يهربوا، حينما هددهم أهل الدار بالاتصال بالنجدة قبل أن تكشف هذه العائلة أن القوة قادمة من مدينة الصدر وبدون علم مقرها بهذا العمل. لنشاهد الآن ما وثقته كاميرا المراقبة للحظة مداهمة المنزل من قبل هذه القوة. كما تلاحظون مشاهدين الكرام، قوات رسمية بزي رسمي بالعجلات الحكومية بالسلاح الحكومي. واجب هذه القوات هو حماية الناس، حماية الناس من اللصوص، من السراق، من قطاع الطريق، وإذ بهم يتحولون في العراق إلى السراق وقطاع الطريق، ويتحولون إلى الخارجين عن القانون. إن كان هؤلاء يمثلون القانون، فمن يحمي أو سيحمي العراقيين؟ لمن سيلجأ المواطن إذن؟ ما هي الوجهة التي يجب أن يتخذها أو الإجراء الذي يجب أن يتخذه عندما تكون القوات الحكومية هي المسؤولة عن المداهمات غير القانونية، عن خرق القانون، عن سرقة أموال الناس، عن سرقة ممتلكاتهم؟ نتابع الآن بعض التعليقات مشاهدينا الكرام التي وردت بشأن هذه المقاطع. فؤاد يقول: دولة عصابات، واللي عنده حزب يروح بالرجلين، واللي ما عنده حزب يروح بالرجلين. ناصر يقول: شيء واحد أتمنى أعرفه من السلطة بهذا البلد. تعليق لدينا من علي يقول: المفروض حالة استنكار شامل ورفض لما جرى، وعلى كل منظمات المجتمع المدني أن تقف مع هذه العائلة. وعمار يقول: مجموعة من العصابات وقطاع الطرق مسلبشية، هكذا أصفهم، هؤلاء ليسوا رجال شرطة وأمن. معنا الآن السيد أبو عمر من بغداد، تفضل يا أبو عمر، حياك الله. حياك الله أستاذ محمد، وحيا الله قناة الرافدين وجميع السادة المشاهدين الكرام. أهلا وسهلا.
استاذ محمد بالنسبه الى هذا الموضوع او الموضوع قبل شوي اللي طرقت به يعني نفس الموضوع ونفس المعاناه اللي قاعد نشوفها اذا كان من ابناء يعني القوات الامنيه واذا كان من هاي الناس اللي تاخذ هتاوات اللي هم من ضمنهم من ضمن القوات الامنيه وايضا نفس الوقت من ضمن الحشد اللي هم يتفاخرون به وانه حشد هذا اللي قاتل واللي دافع. فيعني احنا مصيبه العراقيين مصيبه كبيره امام هذه سلطه الاحزاب وامام هذا الحشد. يعني اذا تكلمنا حكينا عن الحشد بان اكو ناس ياخذون هتاوات من السائقين المركبات من سيطره الصقور وبغداد وكل محافظات وكل المنافذ الحدوديه اللي هم واقفين بها واللي هم ياخذون هتاوات من يعني من ابناء الشعب من العجلات او هاي الحمول اللي قاعد نشوفها تدخل يعني عن طريق ايران او عن طريق سوريا او اي طريق كان. فهم اللي ماسكين الحدود هم ماسكين المنافذ. يعني من تتكلم او نحكي عليهم ابناء احنا الشعب راح يقولوا لك اكو ناس تدافع عليهم ابناء الحشد هم اصحاب مقاومه واصحاب هذول يتبعون لهم. ابو عمر كيف يمكن تحقيق الامن في العراق وعندك سيطرات أمنية تعبر الناس إذا دفعوا فلوس دون حتى أن تقوم هذه النقاط الأمنية بتفتيش السيارات؟ ويا مكثر هذه الحالات سيارات تدخل تحمل مخدرات وتحمل سلاح وتحمل ممنوعات ومتفجرات تدخل وتثير الذعر والإرهاب في العراق عن طريق هذه السيطرات. هذه السيطرات شنو دورها؟ هل دورها ابتزاز العالم؟ لو المفروض هي دورها يكون حماية العراق، تكون هي النقاط الأمنية اللي عن طريقها يتم فلترة الداخلين إلى المحافظات والخارجين منها حتى يتم إلقاء القبض على المهربين، على تجار المخدرات، السلاح، تجار الممنوعات. إذا هم اللي دي يسرقون العالم وهم اللي دي يبتزوها، الناس منو يحميها؟ استاذ احنا كمواطنين وكابناء شعب عراقي لو كان عندنا حكومه وداها وشعبها وتخاف المواطنيها وتخاف الى ابناء شعبها ما كان انه تاخذ هتاوات وما تاخذ انه يعني من ابناء جلدتها. وبنفس الوقت لو كان عندنا حكومه يعني شريفه ويعني ما تخلي المخدرات تدخل وتفتيش هاي المركبات يعني بصوره رسميه بدون اي هتاوات تاخذ من عندهم، لو كان عندنا انه هذه الامور اللي صارت من 2003 لحد الان ما المخدرات اللي قاعد تدخل، القتل اللي قاعد يصير، يعني الناس اللي قاعدين ببيوتهم امنه تدخل فجاه قوات امنيه او قوات لابسين ملابس زي، فهاي اللي يعني اللي قاعد تصير عندنا حال وزارات الباخيه الفاسده اللي قاعد تدمر الشعب. فاحنا ما نعترف هاي بحكومه لان حكومه السرقات حالها حال الوزارات الاخرى. شكرا يعني ابو عمر، انا اكتفي بحضرتك بهذا القدر، شكرا جزيلا لك للمشاركه. ننتقل الان مشاهدينا الكرام إلى موضوع آخر لدينا في هذه الحلقة، ونصل إلى مشكلة المياه وأزمة الجفاف في العراق. لم يعد أمام المزارعين في العراق سوى النزوح من أراضيهم نحو المدن للعمل في مهن أخرى غير الزراعة، فالمياه باتت شحيحة إلى أقصى درجة وتحولت مساحات خضراء كانت تسر الناظرين إلى صحاري جرداء بسبب الجفاف وندرة المياه. في قضاء المشخاب بمحافظة النجف المعروف بزراعة أرز العنبر أو تمن العنبر كما يعرف محليا وجودة محاصيله الزراعية، ضرب الجفاف هذا العام بقوة، الأمر الذي أجبر المواطنين على إطلاق مناشداتهم لدق ناقوس الخطر عن المستقبل المجهول الذي ينتظرهم. دعونا نشاهد. السال الماي الله يرضاه عباده يرضاه حتى الحيوانات ما تسمعها. أنت شاهونه وبعد ماكو داعي، وتصوير هو يثبت كل شيء. احنا نريد من رئيس الوزراء الشاعر السوداني يسوي الناجده، يعني الناجده يسوي لنا شارع شارع. اي والله لا المصيبه العدل والله كتلنا العطش وحلالنا تشوفونه. يشرب ما يموت، هذا ما خايس ما ينشرب، هذا عم سووا النحل سووا النحل. هذول جيراننا الساده سيد عبود عندهم فرس ب 6 ملايين مشترينها، شربت من هذا الماي وماتت. هذا ماي اصلا هو مو ماي اصلا، هو نزيز وبعض المجاري، هذا يعني نزيز اللي هو طالع من القاع، طالع من القاع ماي مالح وسبب امراض وكله جراثيم وكله دود. وهاي معنا الله ان توصل صوتنا، توصل للحكومه، توصل للرئيس الوزراء السوداني بان ينظرون معاناتنا، معاناه هاي المنطقه اللي معرضه للجفاف ومعرضه للهلاك. هسه عندك شوف هذا النخل ذاك هناك اذا يطلع عندك
هذا ظل بس روس، ذاك النخب ذاك ظل بس روس، ماكو ميت منتهي. نستمر مع هذا الموضوع مشاهدينا الكرام وننتقل إلى مقطع آخر. بلغت شحة المياه مستويات خطيرة في بلاد عرفت بنهري دجلة والفرات، حيث يستنجد مزارعون من قرية أم الخير في محافظة واسط في أو يستنجدون مسؤولي المحافظة والحكومة التي تجاهلت مناشداتهم المتكررة من أجل إنقاذهم من شحة المياه والعطش الذي حل بهذه القرية المنكوبة. وطالب مزارعو القرية بالتدخل الفوري لإغاثتهم من العطش في ظل انعدام المياه الصالحة للشرب. دعونا نشاهد. احنا نطالب محافظ واسط عم يطلع لنا، هل يطلع لنا محافظ واسط ويشوف يندرنا محافظ واسط نظر الابوه يعتبرنا اخوته يعتبرنا ولده يعتبرنا هاي خلل باكر، هاي باس القريه اذا صار عليها شيء يصير خلل على المحافظه، هاي تحكس على المحافظه باكر، هاي رساله للمحافظ عمي خلينا علينا يشوفنا يزورنا باسرع وقت، هاي براين جفت بالعباس بالفاضل ما تنشرد ما اريد المويه وين هاي المويه، هاي رحمه لاهلك، هاي نغسلونها بها، هاي نغسلونها وين محافظ واسط ترضاها انت ترضاها انت مدير الناحيه بالريحه وين عمود الناحيه مدير الناحيه القيم مقام وينه عم طلع هاي المويه، هاي المويه بس هاي المويه اسرع عليه قطره المويه نشيل نشيل عمي يقوله شيله وبعد عمو لا تكام عمو على الشاط ونشيل عمي باسل الشاط راح نهاجر عمو راح نهاجر راح نهاجر تعال بباتون احكي لي معاناتك تعال تعال ماكو ما لا شراب ماكو لا حلال لا شيء شبه انا ضيم الله وكيك نظيم ضيم يزورنا باقرب خلي يطلع لنا المحافظ مش عليك العباس ابو فاضل لا براسك غير اطلع. نستمر معكم مشاهدينا الكرام ضمن ملف الجفاف وقلة المياه الى منطقة العنقور قرب مدينة الرمادي في محافظة الانبار. بالرغم من إعلان الهيئة العامة للمياه الجوفية في المحافظة إحدى تشكيلات وزارة الموارد المائية اتخاذ إجراءات لمعالجة مشكلة شحة المياه مياه الشرب في المنطقة التي تتمثل بحفر عدة آبار، إلا أن أزمة العطش ما زالت قائمة في ظل انخفاض مناسيب المياه بشكل كبير في بحيرة الحبانية التي يعتمد عليها سكان المنطقة في تأمين حاجياتهم من مياه الشرب فضلا عن صيد الأسماك. دعونا الآن نستمع إلى شهادة أحد المواطنين من منطقة العنقور قبل أن نذهب إلى استعراض التعليقات. بحيرة كنا نلاحق بها بالبداية بكران نحفر، بعدين لهنا وصلت قاموا الشباب بالكران، هذا استغلوا بالكراكة هاي اللي قدامكم تشوفونها، هاي الطرق بالكراكة تشتغل الناس تجي شباب متبرع من المنطقة، هذا حال المي شوف هنا طلعت. فبعدين البحيرة هاي انتهت أعمق مكان فيها 30 سنتي ما يجي هاي قدامكم ودعت ومشت، والناس الحقيقة بحيارة، أول شيء هم عيشتهم هنا الناس على السمك، فمن ينتهي المي يعني ما ظل سمك، حياتهم انتهت، هذا سبب عيشتهم ونزولهم من البحيرة إنه هم سماشة، هذا شغلهم. أول قضية هم عزلوا من السمك نهائيا، قاموا تعنون من 5 كيلو منها 40 كيلو مسافة حتى يشتغل عماله يوم يرجع يوم يجيب له 5000، ولا عنده، وكل حياته صارت بفلوس، حتى المي هسه منها وهيش لازم بفلوس أو يرحل، والحقيقة لو عندنا إمكانية نرحل، لكن ما عندها الناس ما عندها يعني، هاي مأساتنا احنا أهل العنقور. نتابع مشاهدينا الكرام التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. أمين يقول حسبنا الله ونعم الوكيل، هاي الوجبة الثانية طلعت وتكلمنا وحكينا وبعدنا نصيح وماكو حلول جذرية لحد الآن. نبهان يقول والله جريمة يا أمة الإسلام، بلد بي نهرين فرات ودجلة وهيك يصير بي. خالد يقول والله يا عمي هاي مصيبة، وين الناس تروح بهالحر. وتعليق من بهاء يقول إش عجب ما استجابوا للمناشدات، مو وقت انتخابات هسه، عجيب. هكذا يقول أحد المعلقين. مشاهدينا الكرام معنا السيد عز الدين من الأنبار، تفضل يا عز الدين. عز الدين من الأنبار، السيد عز الدين هل تسمعني؟ موجود موجود عز الدين؟ نعم يبدو أنه لا يسمع سيد عز الدين. عموما أنا أشكره للمشاركة وأرجو منه يعاود الاتصال مرة ثانية. طيب ننتقل الآن إلى موضوع آخر مشاهدين الكرام ضمن مواضيع حلقتنا لهذا اليوم،
وإلى ملف الأمراض المزمنة والتجاهل الحكومي للمرضى، حيث يعاني نحو 1 مليون عراقي مصاب بالفشل الكلوي من نقص العلاجات اللازمة وتهالك النظام الصحي، فضلا عن انتظار المرضى لأيام من أجل العلاج، وذلك لعدم توفر السرة في المستشفيات مقارنة بأعداد المرضى ونقص في الطواقم الطبية في رحلة علاج متعثرة بين المستشفيات الحكومية والمراكز. ويقدر مسؤولون في وزارة الصحة الحالية وجود أكثر من 500,000 حالة نشطة من الجنسين لمرضى الفشل الكلوي في عموم المحافظات العراقية، معظمهم ممن تجاوز سن 40. ويعزو المسؤولون في الوزارة أسباب ارتفاع معدلات الإصابة إلى انتشار مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وتزايد تناول المشروبات الغازية، إلى جانب مشاكل تلوث المياه وجودتها بسبب التنقية السيئة. ففي قضاء الشطرة في ذقار يعاني المصابون في هذا المرض أو من هذا المرض بسبب عرقلة افتتاح المركز المخصص لغسيل الكلى، بالرغم من إنجازه، وذلك بسبب مزايدات سياسية ما يتسبب بأذى الناس وديمومة ألمهم. فمنهم من يراجع لأكثر من 3 أو 4 مرات أسبوعيا لمسافة تصل إلى أكثر من 100 كيلومتر في مدينة الناصرية ذهابا وعودة، ويتحملون أشد أنواع العذاب الجسدي والنفسي والمادي. دعونا نشاهد. جالي شخص جابوا يا مريض، هذا المريض عنده عجز كلوي مشكل الأجهزة مع الغسل هنا وراء إذانه برقبته من هنا، يعني معاناة والله العظيم معاناة ما تنتهي، وتعبنا من مرضى العجز الكلوي. هذا المريض يقول لي 3 مرات أغسل بالأسبوع، يقول والله ما عندي أدبر الكراوي، وحاله حال المرضى اللي عندنا طبعا ما عنده يدبر الكراوي. والله يا أخوان مأساة مرضى العجز الكلوي ما لها نهاية، يعني كارثة. من غير مصاريف العلاج والدكتور، تعرفون الكراوي 3 مرات بالأسبوع، تصور أنت عندك مريض وتأخذ 3 مرات للناصرية المستشفى التركي يغسل، والغسل يطول بال5 ساعات أو 4 ساعات وتنتظره وتكمل، هاي 3 مرات بالأسبوع من غير مراجعة الدكتور، شو يصير؟ نفسية شو يصير؟ احنا خلنا شوية نساعدهم دول العجز الكلوي. هسه مثلا عندنا هذا مركز مال العجز الكلوي، خلي يكملون يستعجلون، والله الناس تعبت، والله العظيم يعني واحد طلعت روحه من هاي الدنيا من وراء معاناة الناس. ننتقل مشاهدينا الكرام إلى مقطع آخر. طبعا تتصدر مدينة الفلوجة ومحافظة البصرة غرب العراق وجنوبه عدد المصابين بأمراض السرطان والتشوهات الخلقية لدى الرضع. تفيد تقارير رسمية عدة وأخرى تابعة لجهات إعلامية ومدنية محلية ودولية أن مخلفات الحروب تعد السبب الأساسي لانتشار أمراض السرطان والتشوهات الخلقية. وبالرغم من الأعداد المقلقة لهذا المرض الخطير، إلا أن الحكومة لا تزال عاجزة عن توفير العلاجات وبيئة مناسبة لاستقبال مرضى السرطان، بدلا من تركهم في دوامة المعاناة والانتظار خلال مراجعاتهم لمراكز تلقي العلاج. في البصرة وثق مواطن بكاميرا جواله أعدادا كبيرة من مرضى السرطان في مستشفى الأورام بالبصرة وهم ينتظرون دورهم لأخذ جرعة الكيمياوي، ومقاعد الانتظار لا تتسع لأعدادهم الكبيرة، في وقت يتبجح فيه من يتحكم بالملف الصحي أن الرعاية الطبية في البصرة تكافئ نظيرتها في دول الخليج، لا سيما في مدينة دبي في الإمارات. دعونا نشاهد. مشاهدينا الكرام، دعونا نتابع الآن بعض التعليقات التي وردت بشأن هذه المقاطع. عماد يقول: أسوأ المستشفيات والخدمات الطبية تجدها في البصرة. أحمد الأسد يقول: هاي نتائج الحرب والحكومات الفاشلة، نايمين على التبريد والشعب يدفع ثمن سرقاتهم. أبو حسن يقول: غير تتعالج الأسباب مثل الأجواء الملوثة والماء الملوث، تشوف النسبة مخيفة، ليش السكوت لو ملتهين بالتبليط؟ ولدينا تعليق من علاء يقول: ماذا تتوقع من عملاء تحكم البلد؟ هاي المستشفى ما حد دخله، ما حد دخل إلى ورجع لأهله. الله ينتقم من كل شخص يسرق أموال البصرة
ويستخدم نفوذه لأغراضه الخاصة. مشاهدينا، هذه كانت جزءا من التعليقات التي وردت بشأن هذا الموضوع. نذهب الآن إلى فاصل قصير، ومن بعده نعود لنكمل الحديث مع حضراتكم، فابقوا معنا. نواكب الأحداث ونلاحق التطورات والمستجدات لنحللها ونقرأها من كل الزوايا والأبعاد لإيضاح الصورة كاملة للمشاهد أينما كان، مع الكتاب والمحللين والباحثين في برنامج طاولة حوار. أهلا بكم من جديد مشاهدينا الكرام. نصل الآن إلى فقرة إنفوغرافيك. شهدت محافظات الفرات الأوسط والجنوبية ارتفاعا ملحوظا بعدد الإصابات بمرضى الحمى النسفية وسط مخاوف من ارتفاع معدلات الإصابة مع قرب حلول عيد الأضحى وزيادة الإقبال على شراء اللحوم من محلات القصاب المنتشرة بصورة أغلبها غير رسمية. طبعا تعد الحمى النسفية من الأمراض المعدية التي يمكن أن تتسبب بالإصابة بعلل شديدة تهدد الحياة، مثل تلف جدار الأوعية الدموية الصغيرة أو ما يسمى بالتسرب، كما يمكن أن تعوق قدرة الدم على التجلط. دعونا الآن نتابع بمزيد من التفاصيل بشأن هذا الوباء ومخاطره على الصحة العامة في سياق الإنفوغرافيك الذي أعده قسم التواصل الاجتماعي في قناة الرافدين الفضائية. ولسانها احمر وتعرج ما تقول زين. خطبت البيطره؟ اي خاب انا بيطره الوجهيه وما حصل علينا. يقول اكو دكاتره خاصين يطلعون وحتى الدكاتره ما جاي يطلعون عليها، يخافون من هذا المرض. تبعد عن الصحة العامة ما يقارب 50 متر، يعني بصف الجهة الرقابية اللي اتأكد انه هناك حمى نزيفية في المحافظة. دائرة البيطرة بالقرب من هذه المواشي ما تبعد يمكن 300 متر. زين، وين الرقابة؟ وين الجهات المختصة اللي تتابع هذه الأمور؟ من الأرض المباركة التي تعج بالأحداث والقضايا، من شعبها المتوشح بالعزيمة والإصرار، من شهدائها وأسراها وجرحاها، من قدسها وأقصاها الراسخين في وجدان الأمة، نأتيكم في برنامج من فلسطين، عينكم على الأرض المحتلة.
مشاهدينا الكرام، تعرض موقعنا الإلكتروني إلى الحظر في عدد من المحافظات العراقية من قبل الحكومة ببغداد. ولمن يود تصفح الموقع وتجاوز هذا الحظر يرجى اتباع ما يلي: تنصيب أحد تطبيقات VPN للمتصفحين من الهاتف المحمول من متجر جوجل بلاي أو من متجر أب ستور وبحسب نوعية الجهاز. تنصيب برنامج VPN للمتصفحين من أجهزة الكمبيوتر لجميع الأنظمة. نصل الآن مشاهدينا الكرام بحضراتكم إلى فقرة الهاشتاج. يواصل خريجو كليات العلوم حراكهم المطالب بتوفير درجات وظيفية لاستيعابهم في موازنة 2023 بعد تسويف ومماطلة من قبل الحكومة وتجاهلها لأصواتهم السابقة المطالبة بالتعيينات ومطالب كثيرة أخرى. طبعا طالب الخريجون في أحدث حملاتهم على مواقع التواصل الاجتماعي موقع تويتر تحديدا اللجنة المالية البرلمانية بالنظر لمظلوميتهم كونهم من التخصصات المهمة التي يكفل القانون توظيفها في الوزارات ذات العلاقة ولا سيما في وزارة الصحة. دعونا الآن نستعرض عددا من التغريدات التي جاءت مع وسم العلوم تناشد لجنة المالية. نتابع بعض التغريدات. شهلاء تقول: مناشدات المطالبة بالتعيين صارت أكثر من عدد سكان العراق، والنتيجة مظاهرات بالحر والبرد وناس بحى صوتها وشباب كاتلهم القهر وما حد يلتفت إلهم، وإذا أكو ضمير ينهز يكتفي بالوعود اللي ما نشوف منها شيء. تغريدة من أحمد يقول: 8 سنوات نتظاهر ونعتصم ونطالب، لكن أسمعت لو ناديت حيا. أكثر شريحة مظلومة في العراق هم العلوميون والمهن الساندة. مسلم يقول: بعد كل الكتب المرسلة والتظاهرات على مدار السنوات السابقة والوعود، حتى الآن لم يتم إنصاف العلوم بزيادة الدرجات الوظيفية. أحمد الإبراهيمي يقول: لا تنهوا مستقبل العلوميين بالتهميش المستمر. هكذا يرى أحمد. ومشاهدينا الكرام، طبعا هناك دائما ما تأتي المناشدات بشأن التعيين والدرجات الوظيفية من قبل الخريجين. طبعا كما عرضنا في حلقتنا، هناك أزمة بالكوادر الطبية في المستشفيات الحكومية والمراكز الطبية الحكومية. هناك نقص حاد، هناك غياب لبعض الكوادر عن مستشفيات، عن تخصصات كثيرة. والسؤال هو: لماذا لا يتم الاستعانة بهؤلاء الخريجين؟ لماذا لا يتم ملء الفراغات من قبل الجهات المسؤولة، من قبل الجهة الرسمية وزارة الصحة أو الحكومة المركزية بشكل عام، من أجل سد هذا العجز أو هذا النقص الموجود؟ ولماذا لا يتم رفد القطاع الصحي بالأجهزة الحديثة والمتطورة؟ لماذا يهمل القطاع الصحي العراقي بهذا الشكل؟ هل السبب هو الاستثمار؟ هل تأثير المستثمر أو الجهة التي تقف خلف المشاريع الاستثمارية على الحكومة وبالتالي يهمل القطاع الحكومي ومن يتخرجون من اختصاصات تملأ الفراغات الموجودة في القطاع العام؟ هذا طبعا أو هذه مجموعة من التساؤلات التي يطرحها دائما المواطن. لماذا يضطر أن يدفع الأموال في سبيل الحصول على علاج؟ ولماذا عندما يذهب إلى المستشفى الحكومي يغيب العلاج وتغيب أيضا الكوادر الصحية؟ طبعا مشاهدينا، هذه دائما كما قلنا لحضراتكم المناشدات التي تأتي بشأن التعيين، بشأن الخريجين، ويا مكثر الخريجين في العراق حقيقة. لكن يعني السؤال هو: هل تستطيع هذه الحكومة أن توفي جميع متطلبات الخريجين؟ والسؤال الأهم: هل تستطيع المواكبة مع هذه الرواتب، خاصة في ظل التعيينات الأخيرة التي جرت في زمن حكومة محمد الشيع السوداني؟ دعونا نستمع الآن إلى سيد محمود أبو أحمد من الموصل. تفضل يا أبو أحمد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أخويا، عندنا بالنسبة لي أنا متقاعد، عندي ملاحظة شكوى، وإنما مو ملاحظة شكوى. تفضل. أقدر أوصلها لكم؟
تفضل يا ابو احمد. انا من متقاعدين من ال 89 انا طالع تقاعد. نعم. وراتبي هسه على اقليم. راتبي على اقليم. على الاقليم. اي على اقليم يكون راتب 220,000. طيب. وراتبي الاصلي ببغداد دقيت الحاسبه 500,000. نعم. فما خلينا صوتنا ما خلينا ما وصلنا ولحد الان ما حد لبانا طلب، احنا تقريبا 350 واحد. نعم. نروح على بغداد نقول لهم يابا راتبنا قليل، يقول يابا احنا قاعد ندز لكم راتب كامل، الاقليم هو قاعد يقص من عندكم، احنا ما لنا علاقه. وهذا صار لنا 12 سنه حتى ذكيه ما عندنا. نعم نعم. يعني على الهويه القديمه بعدنا. سيد ابو احمد بن الموصل انا اشكر حضرتك وان شاء الله صوتك يصل الى من يهمه الامر، وهذه المناشده التي جاءت من خلال شاشه قناه الرافدين للسيد ابو احمد و350 شخص اخر يعانون من نفس المشكله، مشكله غياب العداله عن حصولهم على استحقاقاتهم التقاعديه، وانه مشمورين ما بين المركز والاقليم، والمركز يقول لهم الاقليم هو اللي يقص منكم، وهذه الفوضى المستمرة في العراق حقيقة، وغياب الحقوق عن أصحابها بسبب السياسات الخاطئة والفاشلة كذلك المتبعة من قبل حكومات ما بعد 2003. بهذا مشاهدينا الكرام أصل وإياكم إلى ختام حلقتنا لهذا اليوم، أشكركم شكرا جزيلا لطيب المتابعة وإلى اللقاء.